بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد النبيين وأشرف المرسلين وأكرم السفراء المبعوثين محمد وعلى آله حفظة وحيه المطهرين. كنا في هذه الملحمة العظيمة في القرآن الكريم، وهي استخلاف خليفة الله في السور القرآنية في سورة طه، سورة صاد، إلى هذا الموضع من الآية. وهذا الموضع قد نبه عليه القرآن في سور السابقة وإن لم نتوقف عنده، ولكن هو بالتالي موجود في أغلب السور التي استعرضت هذه الملحمة، وهي قضية التجريد. كأنما هنا بيان من القرآن الكريم أن الغافل، أي مخلوق، حتى الجن حتى الملك، الغافل عن نفسه، أي مخلوق يدخل في متاهات في المعرفة الإلهية أو في التعاطي مع الله عز وجل في رعاية التعاطي التوحيدي معه تعالى. نلاحظ في ترك الأولى وليس معصية من الملائكة عند اعتراضهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، قال إني أعلم ما لا تعلمون، أو لم أقل لكم إني أعلم ما كنتم تبدون وما كنتم تسرون، وكذا كذا. أيضا فيه إشارة إلى أن الملك إذا يلتفت إلى طبقات وجوده، تعدد وجوده، يلتفت إلى محدودية حدوده بالتالي، وأن هناك ما وراءه مما لا يحيط به ذا الملك. إحاطتك أيها الملك بمن دونك شيء، وإحاطتك بما هو فوقك أمر آخر. بيان بديع لأمير المؤمنين عليه السلام في عهده لمالك الأشتر، وكأنما هذه الوصية والإعاز منه أمر عظيم لكل رؤساء العالم الحكام، يستذكرون هذه العظة وهذه الوصية من أمير المؤمنين بنحو الدوام، لقل الجور في العالم والظلم في العالم. سبحان الله، ما هي هذه الوصية والعظة التي يؤكد عليها أمير المؤمنين؟ يؤكد أمير المؤمنين عليها نفسه الشريفة ويقول أنا أعظ بها نفسي أولا قبل أن أعظك أنت يا مالك، ولكن فأميرك هكذا فكيف بك أن. فيقول عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: اعلم بأن أي والي وأمير وحاكم وكذا كذا هو فوقه حاكم الحكماء، حاكم الحاكمين، ولي الأولياء وهو الله. وإنما الله استأمنه وخوله رعاية من دونه، وبالتالي الله محاسبه ومراقبه وكذا كذا. ويبين عليه تعالى، أنا ما أحفظ ألفاظ العهد الشريف، ولكن يبين هذا المطلب فيه عليه السلام، أنه لو الوالي والحاكم وكذا دوما عاش هذه الرقابة في خلد جنانه ومكنونه لما صدر منه جور ولا خيانة، لا من جهة جور يصدر عنده ولا خيانة. لما؟ لأن هناك الرقيب
كما يقول سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم لأعز على اتحال أهل بيته وهي وأحبهم إليه فهي فاطمة صلى الله عليه وسلم يقول يا بني أخلص العمل لله فإن الناقد الرقيب. ناقد يعني بمعنى المحاسب بمعنى الصيرفي المدقق الرقيب، شركة المحاسبة، شركة الصيرفة، شركة الرقابة. فإن الناقد بصير لا يخضع عليه غش من الغشوش. فهذه الطبقات إذا التجريد كما تبينه هذه الملحمة عاصم حتى للملك من ترك الأولى، عاصم للأنبياء بعد من كذا من ترك الأولى، وعاصم للجن والإنس من المعصية يستعصم به الإنسان، يفطن إلى قدر حدود ذاته وعجزها. فمن أين يأتيه الطيش حينئذ أو الرعونة أو الفرعونية؟ الفقر عندما يعيش الحدود، حدود حدود العجز وحدود التناهي في القدرات وطبقات الوجود، العجز هو الفقر، والفقر شعار الصالحين يؤدي إلى صلاحه بلا شك. بس متى يعيش هذا الفقر الحقيقي؟ يقولون هذا هو الفقر الحقيقي وليس أن لا تملك شيء، وإنما الفقر لتكون أنت ملك السماوات والأرض. بس هذا أيها الملك ملك السماوات، وإن لم تعش حالة الفقر لن توحد الله عز وجل. متى توحد الله عز وجل؟ إذا عشت حالة الفقر. متى تعيش حالة الفقر؟ يعني تعلم بأن ما أعطاك الله من خلقة السماوات والأرض أو إدارة وتدبير السماوات والأرض الملك الفلاني من الملائكة، أنت متناهي عاجز عما فوقك، فستكون حينئذ سوي مطيع قانت لكل البرنامج المأمور به أنت في عالم الأمر الإلهي. شعار الفقر، الفقر شعار الصالحين لملك لجن لإنس لأي مخلوق من المخلوقات. هذه توصية حالة التجريد. طابع التوحيد في هذا المشهد، هذا الحدث الذي هو عظيم، ملحمة عظيمة. أنت أيها المخلوق لا تلاحظ مخلوق آخر أنت فوقه أو كذا، بغض النظر عن أنه قد يحتمل، هذا بيان آخر بعد القرآن في موارد أخرى، لا يسخر قوم من قوم عسى يكون خيرا منهم. عسى يكون يعني الطرف الآخر المستهزئ به، هذا هو خير منك أنت أيها المستهزئ. ولا يسخر نساء من نساء عسى يكون خيرا منهم، لأن هذا بعد آخر يريد أن يشير إلى القرآن الكريم، أن حتى المخلوقات أنت من ما علمك بأن باطن المخلوقات ما هو، ما خفي عليك من المخلوق، وهذا هو الذي سجله الله عز وجل على الملائكة وعلى إبليس. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فبين لهم عدة أجوبة للباري تعالى، منها هذا الجواب وهذا العلاج. فعلم آدم الأسماء، كلها جواب آخر، بيان آخر غير جواب وبيان ودواء التجريد، وهو الفقر في المخلوق ومحدوديته. أن أي مخلوق، وما علمك ببواطن كل مخلوق،
ما علمه. هنا لذلك يبين الإمام الصادق أن إبليس انزلق في هذا الزيف والكذب أن هو خيرية أكثر من آدم، والحال من جهتين، حكم بحكم متسرع زائف زيفي كيدي أو كذبي. من جهة أولا نور آدم هو لم يرى نور آدم، نور آدم أكثر إشعاعا منك يا إبليس، وهو هذا خفي عليك وخفي حتى على الملائكة، نور آدم خفي حتى على آدم على الملائكة. هذه زيف من جهة. من جهة أخرى بعد زيف آخر، نفس خلقتني من نار، النار من الطين، لأن النار من الخشب والوقود، والوقود بالتالي مشتق من مشتقات الطين، كل أنواع الوقود. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقون أم نحن الخالقون، أفرأيتم ما ترون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. الوقود يرجع إلى هاي الأشجار، الأشجار من الطين نباتها. فبالتالي من زاويتين أخفق إبليس، وإخفاقه هذا في آدم سبب زيغه. فإذا جواب الباري تعالى عن خطل المخلوق واستكبار أو طيش أو خطأ بأي درجة من درجات الخطأ المختلفة، أنه لا يعيش حالة التناهي والفقر الموجود فيه، ينظر إلى ما دونه ولا ينظر إلى ما فوقه، كلمة جامعة من كلمات الوحي. إذا نظر الإنسان إلى ما دونه ولم ينظر إلى ما فوقه، هذا جانب. جانب ثاني لم يعيش التناهي والفقر. جانب ثاني آخر، بعد آخر، علاج آخر. من قال لك هذا المخلوق كل ما فيه مستتر من عظمة خلقة الله بهذا المقدار الذي أنت أدركته ورأيته؟ من قال؟ فهذا يسمى تواضع الإنسان، تواضع المخلوق. وتواضع المخلوق سمة بارزة عظيمة من سمات عبودية المخلوق، عبوديته. فلذا هذه الملحمة كلها ملحمة توحيد سبحان الله. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ هنا أيضا بعد آخر بعد تنبيه، كل كلمة فيها شفاء ودواء من الله تعالى. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ يعني هذه الإطاعة والانقياد لآدم مآلا ترجع إلى الإضافة إليه تعالى. فأنت لما تتمرد انظر إلى من تتمرد، على من تتمرد، على ما يضاف إليه تعالى. هذا مو تمرد فقط في باب الطاعة العملية، حتى باب الطاعة العلمية مر بنا كثير. يظن أنه عندما يقول بأن نبي الله كذا، الآن مثلا حداثويين يقولون بأن نبي الله كيف يستوعب هذا الوحي، هذه الحقيقة
ليس تنقيص لسيد الأنبياء فقط فحسب، بالدقة هو تنقيص لقدرة الله، كأنما الله موجود لا قدرة له ولا تصرف كامل شامل تام له. كأنما الله عز وجل بحر نوري، هم المفروض على أساس في هذه الشبهة والإثارة التي يثيرونها ما ينكرون التوحيد والباري تعالى، لكن بالدقة هم ماذا؟ هم يستنقصون الساحة الإلهية، أن الساحة الإلهية ليست مسيطرة على عالم الأقمار الصناعية الاتصالات الوحيانية، هذه الاتصالات تشتبه تتقول من كيفها، تحدث معلومات من كيفها، هذا يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى أنه ضعف سيطرة الله عز وجل والعياذ بالله، أو ضعف قدرة الله على تدبير هذه الشؤون. لذلك القرآن الكريم دوما في تكذيب وجحود الأمم لأنبيائها يرجع أنه لا يكذبونك إنما الكافرون بآيات الله يكذبون، شيء يرجع لإضافته إلى الله. قال إني خالق بشرا من طين، قال أتجعل فيها، تنظروا من الذي جعل. لذلك الباري تعالى قال للملائكة، نفس الحالة التخطئة التي يذكرها الله للملائكة نفسها يذكرها لإبليس، بس هناك كان ترك أولى بدون رعونة بدون عناد بدون تعصب استفسار، نفسها يذكرها الله عز وجل لإبليس في قاطرة وسياق واحد مع الاختلاف. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، الإنكار مو على المجهول، أنت قال أنا لم أقل لكم إني أعلم ما لا تعلمون، هذا يرجع لأنتم اعتراضكم علي، أنا مو اعتراض على هذا لأن هذا مضاف إلي، كيف نفس المطلب نبهه الله عز وجل مع الملائكة، هنا أيضا ينبه الله عز وجل مع من؟ مع إبليس. قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، مضاف إلي، فإذا نكت قصة الإضافة. الآن الحداثويين شيء يثيرون هذا، الغرب اللي هو في الأصل عبرون التجربة النبوية، شنو التجربة النبوية؟ تجربة نبوية يعني كأنما الإنباء شيء من إرادة البشر، هو الله عز وجل يرتبط به من المخلوق الذي هو يحدد الموقف مو الخالق. إذن هذا ليس توحيد، هذا ليس معرفة لله تعالى، معرفة به تعالى، هو الله عز وجل حي قيوم عليم سميع بصير قدير مريد لطيف خبير، تلتفت إلى الكمالات موجودة به تعالى أو لا؟ إذا ما موجودة فيه أصلا أنت إذا نفس الملحد، أنت مو تقول لي أنا أقبل الوجود الإلهي، أنت مو متأله في أصل المنطلق عندك، أنت في خلل. أما إذا قبلت أنه تعالى له الأسماء الحسنى له الكمالات له هذه الصفات، كيف يعني تتصور أنه انت تدبيرك وتشخيصك وتدقيقك
على شركة الوحي أدق من رئيس الشركة الإلهية على الوحي. أنت الآن شبكة اتصالات تجعل لها نظام وتجعل لها تقنية وتجعل لها فلان، أنت المخلوق. لا إله إلا الله، وذاك اللي خالق الكون العظيم بهالعظمة بهالدقة. إلا نحن البشر يعني ما اكتشفنا قطرة من أسرار هذا الكون. هذا الخالق بهالعظمة، يعني احنا انت أكثر تقنية منه؟ تمنيكم أنفسكم بماذا أيها البشر؟ يقول تجربة وحيانية. عجيب تجربة، تنجح ما تنجح، تصيب ما تصيب. والباري مغلوب على أمره، قالوا يد الله مغلولة، قدرة أن يتصرف. الإضافة إلى ما تضيف إلى القدير اللطيف الخبير الفعال لما يشاء، أو أنت فعال لما يشاء. ها صار فعال لما يشاء، مو البشر مو الإله، من الفعال لما يشاء؟ ها أنت تقدر أيها البشر ما تروح الخلاء؟ يلا إذا تقدر ما تروح الخلاء يلا، ليش تروح الخلاء أنت أيها البشر؟ بس تعرف أنك قدرك شكد، قدرك شكد قدرتك. يلا ما لا لا تنام، يلا اضطر انفذوا من اقطار السماوات والارض. حال البشر بهذا الوجود الذي ربطه الله عز وجل بمظاهر من العجز، مع ذلك هو النمرود انا ربكم الاعلى. ترى مو نقول اوه شلون في تاريخ البشريه ياتي رجل يقول انا ربكم الاعلى. الان هذه الدعاوى من الحداثويين هي كلها هي عبارة عن أنا ربكم الأعلى. شو بناكم أنا ربكم الأعلى؟ يعني فقط يقول كلمة أنا ربكم الأعلى، هو هذا قاعد هو يهندس العالم الشبكة الوحيانية الإلهية. يريد هو ينظمها، يريد هو ينظمها. يعني ماذا يقول؟ أنا ربكم الأعلى. ليس لكم إله من دوني. شنو معنى إله من دوني؟ فرعون ما يقول هكذا؟ قال أنا هذا البشر هكذا، تعال اقصدوني، أنا عندي العلم. مو العلم عند السماء وعند الأنبياء، أنا البشر الآن لدي العلم، أنا المقصود، أنا الذي أقصد. وهي فرعونية. شنو فرعون؟ كلمة فرعونية وأنا ربكم الأعلى، ما لكم إله من دوني. هذه ليست شعارات، حقائق مفاهيم. ما هو هذه قاعد تدعيها؟ إنتاج الحضارة الغربية في البعد الروحي والفكري فرعونية إنسانية، نمرودية إنسانية صراحة. يعني هو المشكلة أنه نحن لما نقرأ عن نمرود نقول شلون كان عقل البشر في إسفاف. صدقني ذولاك الجيل نمرود بالعكس أقل شو اسمه إسفافا من الآن. الآن الجاهلية، تعبير قرآن الجاهلية الأولى، الآن الجاهلية الكبرى نعيش احنا باسم العلم وباسم التقدم. الجهل عجيب غريب. جبرائيل ما موجود، أو إذا موجود هذا ما مسيطر عليهم. شو قاعد يصنف يرسم لنفسه فيلم؟ هو مدير، هو المخرج له، هو الفعال ما يشاء فيه. يقول بأن الغيب خرافة. زائد أنت لما تقول خرافة أنت أحط بكل شيء، تقول لي خرافة أسطورة.
آخر اللي يحكم بأن خرافة يعني يحكم بالنافي. أنت غير أليس من حياة؟ أنت أحط بماذا عساس تقول لي ليس ما وراء عبادان من قرية؟ أحط بماذا؟ علم المادة الفيزيائية علوم عديدة، أنت مجمع العلوم، علم واحد ما تتقنه أنت. عجيب هذا الإنسان الحقير، واقع إنسان حق يعني إذا يرى في نفسه نمرود وفرعون حقير هذا الإنسان. يقول أحكم بأنه خرافة، عجيب. أنت أي علوم عندك أنت حسست أنت حكمه؟ علم واحد ما بلغت فيه أنت الكمال، علم واحد من العلوم البشرية الموجودة ما بلغت فيه الكمال، تدعي أنا ربكم الأعلى؟ لا أريكم إلا ما أرى، ليس لكم إله من دوني. عجيب، شوف كيف يشط الإنسان. هذا نتاج نموذجي من الحضارة الغربية ما شاء الله الجديدة. أصحاب الديانات مغفلون مخدوعون. ما شاء الله، أنتم علمتم بالخدعة؟ نعم علمنا بالخدعة وعلمنا بأنها خرافة. أحطتم بالأولين والآخرين؟ لا، في مسير. إذا لم تحيطوا إذا كيف تدعوا تحكمون؟ أنى لهم التناوش، الغيب مو بحط إيدهم، يعني ما خفي عليهم من أسرار الحقيقة. تشدقوا. الله أكبر. وصلى الله. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. هو قاعد يصنع فيكم ما يشاء، هو مو ما تشاءون أنتم بأنفسكم. أنت تقدر تصرف في نفسك أنت؟ من قاعد يصرف فيك؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، هو قاعد يصرف فيكم. لكن البشر شو يسوي؟ عنيد بجهله، جهول في جهله وعنيد في جهله. وصلى الله على محمد وعلى آله.